هناك عبد العزيز بن عطية والذي سجن واعتقل لمدة 7 سنوات في لبنان لدعمه لجبهة النصرة، وقد تم تصنيفه من جانب السعودية والأمم والمملكة المتحدة ومصر بأنه إرهابي، وكان يعيش بحرية في قطر بعد أن تدخلت قطر للإفراج عنه بعد ذلك. قمت كذلك بالعديد من عمل أحاديث مع ممثلين ومن جماعات الإخوان المسلمين، وكانوا يعتمدون على الجزيرة بشكل كامل، وقالت هناك معلومات مضللة وغير حقيقية يتم بثها في ذلك الوقت، وقد تم إرسال أجهزة بث وإذاعة وكاميرات بصورة غير مباشرة إلى الإخوان المسلمين من أجل بث هذه المعلومات المضللة، وكنت وزملائي في ذلك الوقت لم نعلم على بخصوص هذه الممارسات غير الأخلاقية، وكانت الجزيرة تطلق على ذلك بأنها كلها محاولات تتم بصورة قانونية، وقد أصبح جزء من هذا الصراع في ذلك. هناك علي هاشم وهو كذلك محرر سابق توقف أيضا عن العمل في مكتب الجزيرة في بيروت، وذلك في تقريره الذي أرسل به قال أن الجزيرة تدعم الجماعات المسلحة في سوريا، وهذا ما دفعني، وقد قاموا بدفع قرابة $56,000 للتأكيد على وصول هذه المعونات وحالة إثارة الشغب وحالات العنف هناك، ومن ثم فقد دفعني ذلك إلى الاستقالة. قال إن هذه المعلومات أخبرني أحد زملائي بأن الجزيرة أيضا، وهو يعمل في قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، قد تم توجيه تعليمات له بعدم التعامل كذلك مع جبهة النصرة والتابعين لها. هناك قاعدة، هناك أي كذلك تنظيم القاعدة. كيف يمكن أن نطلق على كل هذه الأعمال الوحشية التي ترتكبها القاعدة بأنها أعمال عادية؟ هناك القرضاوي الذي يلقى دعما وكاملا وحرية تامة للعيش في قطر تحت حماية الأمير قطر. لا تعتبر قطر جبهة النصرة ولا القاعدة منظمات إرهابية، ولكن ورغم وجود أفراد تم تصنيفهم من جانب الولايات المتحدة بأنهم إرهابيين ويمولون الإرهاب بصورة مستمرة، إلا أنهم يعيشون بحرية كاملة تحت حماية النظام القطري وأمير قطر. هناك لحظة حاسمة للعاملين في قناة الجزيرة، والتي آمل من يعملون فيها ألا يستمرون في هذا العمل الإرهابي وعملهم على دعم الإرهاب بهذه الصورة.